الله اختزل العالم في رجل وامرأة. أنا بقيت مسكون بموضوع آدم وحواء وهو اللي مكمل فيه غصب عني، والآخر ما بقى آدم وحواء وبعدين لوحات آدم وحواء وجود الآخر. دي الفلسفة الأخيرة في شغلي، آدم وحواء وجود الآخر رغما عنا. يعني الآخر ده بقى امرأة أخرى بتبص على علاقة ما بين آدم وحواء، راجل آخر بيبص على علاقة بين آدم وحواء. هناك جانب كبير جدا غامض يربط بين آدم وحواء لا يختزل في جسد. أنا في الأصل نحات، وأحب إن العمل هو اللي يحكي. التصوير أنت عندك الفرصة تحكي أكتر، فالنحت أكثر اختزالاً وأكثر عمقاً. أنا كهشام بقيت أكثر بساطة، أكثر بحثاً عن التواصل الحسي وليس التواصل العقلي. السيطرة الكاملة على العمل ما بحبهاش، أحب دايماً أسيب فيه جزء عفوي، جزء غير مكتمل. يبدو أنه غير مكتمل، لكن أنا بالنسبة لي جوايا حصل لي حالة تشبع منه. يعني بشوف أنه لو أنا كملت الرؤية، طب ما أنا سبت إيه للآخر؟ كل ما كان فيه شيء منتقص في العمل، كل ما كان أكثر عبقرية.